رجعنا لكم بالفيديو المنتظر، فيديو اللوتري الناس كلها بتكلمنا عليه. 92 واحدة، يعني بالظبط 30 دخلة. يا مسهل الحياة. بص يا جماعة، دي الجواز بتاعته، استونات ستيد بلس 8، دي ايتم بلس 8، ستيد بلس 8 استونات، ده برضو ايتم بس ده اوبن يعني سلاح. وهنا سيجل بتاع بروس سيجل، هي دي بتاعت ليفن وندر. ودي احتمال تجيب لك الهيفن وندر، بس دي البلوت دي الأساسية. بسم الله. دي سيجل بوكس أو بريفيكشن، مش عايزة. جمال سوبر، مش عايزة. ماشي، صندوق ما يضرش. بسم الله. برضو تاني، دي يا جدعان حاجة بريفكشن او صندوق، برضو نفس الصندوق زي ده، او 10 ايرس ده بلس بتاع الروم. ده تقريبا 50 كبس، بديك 5 توكنات زي بتاع البيكي، بتبدلهم بكبس، التوكنات ب10. دي 10 مليون او ستون 4 او ميس تروت او 30 انسز او 10 بتاع النينجا ارس. ماشي، هو برضه غيره، ده ميس 11 واحد. ادي 5 مليون، ويعني حاجات برضه كده. ماشي، 50 كبس. ايه دي؟ 1 ب6. بجمع 3 منها وتديك حاجة ب6. ما علينا، هي سوليفن 3. ماشي، هاتها ما تضرش. ستون بلس 4، مش عايزها. ده ريليك او بيتحول ل 3000 نقطة بوينت، بوينت تشتري منه بالشوب. طيب دي نجيبها ولا نسيبها؟ انا بتكلم عن نقط، انا اصلا ريليك مش عايزه، فنبدل احسن. بص يا جدعان، اللي هي من هنا تقريبا البت دي، تقريبا دي النقط دي. لا مش هي، اسمها بتش جت، مش هي. بسم الله. 100 مليون، تعالى. طبعا 100 مليون يا جماعة. هم ده احتمال الدين الهيفن وندر ده طبعا، تعالى. بس الاساس اللي بيديني الهيفن وندر هو ده، بيديك البلود، مش شرط الهيفن وندر بس، يعني اي حاجه في البلود. الجماعه برضو اللي مش فاهمين، بص يا جماعه زي هي ايه، فين هي دي؟ بص البلود، الحاجات ديت هيفن وندر، الحاجات دي كلها بون، الكلام ده. الصندوق الاخضر هو بيديك الحاجات دي، الصندوق ده بيديك احتمال انه يديك لاكي حاجات من دي. هنفتحه برضو مع بعضنا دلوقتي في الفيديو. بسم الله. استنى 3، مش عايز.
ايسو ليفن واحد، ستون أربعة، مش عايزك. ده يا جماعة ستون خمسة ومش عارف، وصناديق برضو تحت السجل بتاع النينجا. هي مش وحشة بس هي تقريبا دي بتحول فلوس برضو. طب نجيبها كده نشوف، نجرب نكست. لا مفيهاش فلوس، عشان لو جات لي بعد كده ما بستلمهاش. هي ستون خمسة او الاورزور اللي هي بتاعت النينجا. بس اديني كام واحدة، واحدة تقريبا، واحدة، او اديني سجل زي بوكس سجل زي ده. بس نجرب برضو على دلوقتي. مش عايزك، مش عايزك. ده صندوق مش عايزه ولا ايه؟ ستونة خمسة ومش عارف ايه، مش عايزك. ده صندوق إرث، لو حد بيلعب على السجلات بتاعت النينجا اللي هي الإرث ده يفيده. بس مش عايزه. ده اللي هو بتاع الفاير، فار سيجل برضو، الحاجات بتاعت الفاير اللي هي النار والكلام ده كله. مش عايزك. ده بيديني انسنسز وبيديني بتاع التروجن 30، بتاع مش عارف الوري 40، حاجات بتاعت الاشرفات يعني. مش عايزه. ستونة خمسة مش عايزها، ستونة أربعة مش عايزها، جماعة مش عايزك، ستونة تلاتة هو نفس الصندوق مش عايزك. ده خمسين، ده أعلى. مش حلو. هيسو ليفن واحد، ايه مال؟ انا حاسس ليه كانت ماشية حلو. ارس مش عايزك. خمسة، خمسين كبس برضو. ده يا جدعان ستون اربعة. طيب فاضل حوالي 9 دخلات. طب هي وحظها. برضو دي رونة يا جدعان، تتفك رونة كاملة مش اللي هي جزء. ما يصير من واحد حتة بلس 8، اخدها ولا بلاش؟ اخدها احسن. دي حتة ايتم بس سلاح، مش لبس والكلام ده. بس جت يا جدعان في الصندوق رقم واحد. رقم واحد ده كان فيه اللي هو الصندوق بتاع البلود ده، انا عايزه. بصوا اللي هي ليفن وان بليز، اللي هي دي. بص داني دي انا كنت عايز ده، ما يبدل معايا بس يا عم. قشطة ماشي، مش عايزك عشان ما سوبر. ماشي 10 مليون. ده اديني 200 واحدة. بليد ستون يا حلو، مش وحش. ماشي هاتو. ستون أربعة طيب ندوس دوسة تانية يعني، ولا نخش داخلة وخلاص؟ نخش داخلة أحسن. بس يا جدعان توكن ايه دول؟ بـ50 كبس.
هو يا وارد بكيه بس دي بتبدل اخر دوس. هاتوا خلاص نجيب منه الصندوق ديرس. ادي الجنان الجوازي اللي انا طلعتها، بصوا الخمسين كبسة اهم. انا الراجل، الراجل ده مين؟ لا راجل يا عم، مسحت منها 19 كبس، ادي 20، 30، ادي 40، ادي 50 كبس. ده ايه ده؟ ده يديني اجزاء مش يديني واحد، او واحد بريفكشن او 10 انسز. نجيب لك جوز وخلاص. طيب ده اديني 2 واحدة من ديت. ده نجيب من الصندوق حاجة بريفكشن 1000 للوردة اللي بتاعت ديت، اللي هي الوردة دي واحدة. السيجل بوكس، هجيب سيجل بوكس عشان عايز افتح بوكسات. نجيب 100 مليون اهو، بص معايا 4 مليون و104، دي 5 مليون او جزء من ديت اللي هي جزء زي دي، او حاجة بريفكشن على 100 10 انسز، وخمسة وخمسين كبسة برضو. عشرة كبس، يبقى 50 كبسة احسن. 50 كبسة احسن من 5 مليون. بس يا جماعة بقت 100. ايه تاني ده؟ ايه ده؟ ده نقلص. طب كويس، ده ميسول مع ليفل 1 لابسه. تمام، هبديله ده 10 مليون او ريليك او 30 انسز، او ميس تروت، او 10 بتاع النينجا بتاع الارشيف. انا في 10 مليون احسن. 10 مليون. طيب كده معايا صندوقين ومعايا الصندوق ده، نعمل ايه؟ نفتح ده كده ملوش لازم. طيب نفتح ده، بص سيجل ملوش لازم. طيب ده بقى نفتحه ازاي؟ ده نحطه هنا اهو. تمام، ناس معايا؟ ونعمل كده المفاجأة الكبرى. بص الناس بتبص هنا. تمام، نخفي دي خالص، بس كده نعمل كده. طلع ايه بقى؟ يا مساحي ليفن وندر ان شاء الله، ان شاء الله. سلاش يا عم المصحف عندي سلاش. ادي يا جدعان اللعبة بتاعت البيتري، كل اللي خدناه منه كده الاستنى بقى الايتم سلسلة باس 8 وال200 دول و120 مليون و100 كبس، كل اللي استفدنا كده من ليفي. و بالمرة ده اكونت خلاص، يعني فاضل 500 مليون وبقى برنس. وبرضه بقولها للناس تاني، لو حد حابب يشتري الاكونت انا كده برضه لسه عارضه لحد دلوقتي للبيع، عشان انا فعلا عايز اجيب اكونت كينج. هو ما فيهوش اي مشكله ومفيش اي حاجه، اقفل كل حاجه واقفل السجلات واقفل كل حاجه. تمام، يا رانك الرون اهو يعني 300 315، ولسه هفكسد الرون اللي جبتها تحت الاتش بي امبارح، يعني هيرفع. تمام، هنشوفه ان شاء الله فيديو جديد وقريب.